فين صوتك الحلو الرنان؟ اخفف الاشجان عني انت سمير بين الخلان، ارتاح مع بالي واغني تم تم تم. اوقفي معلم. اهلين. لو سمحت معي ماشي بدي فصلها بنطلون. مالي فاضي، ارجع بعدين. بس انت قلت لي ارجع لعندي بعد كم يوم، شو بدك تلعب فيي؟ واذا قلت لك يعني؟ واذا قلت لك؟ حر انا؟ اخو مرأي شي؟ قلت لك ورجعت بكلامي؟ ايه اما سمعه. ليش هيك عم تحكي معي؟ ان شاء الله فكرني جاي خيط عندك ببلاش ولا جاي اشحد منك شحاده. اخي اتفضل لبرا وورجيني عرض كتافك اذا بتريد. اوف، لك عم تقلعني؟ تعمل الوقاحه. لك انت بتعرف اني انا بقدر اسكر لك هذا المحل وزتك برا بالشارع؟ انت ولا نص نصيص؟ انت بدك تسكر لي محلي؟ ولك ما بتعرف مع مين عم تحكي ولا؟ وما مين دخلك؟ ولك انا ابو رشدي، ابو رشدي انا خياط المسؤولين، روح اسال عني. لك انا بزماني اكل دفشه من معالي البطبف ونعره من مدير المكتب الخاص وكف مثل فراء الوالدين من مدير المكتب السري وبوكس من معاون وزير الاعتماد وهالرسناني من وقتها ركب الطعم الجديد ولبطه من العميد مارين وجاي تحط راسك في راسي. لك نقلع ولا نقلع ولا نقلع؟ لك لولو مشان الله لولو، الناس مقامات يا اخي. حزري مين سلخني كف اليوم؟ مين؟ سيادة البلاء الأعظم شخصيا. وفرحان بحالك كتير ما هيك؟ أما شو كف مثل فراق الوالدين. بس بتعرفي شي بيرفع الراس، ليش؟ لأنه لما شخص مهم مثل سيادة البلاء بيتنازل وبيرفع إيده وبيضربني كف، معناها عم يتعامل معي الند للند وعم يرفع من مستواي كتير. إيه لك يعني ارتفع مستواك بهالكف؟ إيه طبعا، حسب مستوى الموظف اللي عم يضرب. هلا الكف من ايد مسؤول مهم مثل سياده البلاء الاعظم، مثل كف من ايد شرطي ليكو التانيه ليكو. الله يديم نعمه.